مشاهده احداث هذا اللقاء. منتخبنا المصري على يسار الشاشه بالطاقم الابيض في الاسود، بينما منتخب غينيا على يمين الشاشه بالطاقم بعد الجوله الاولى، وانقذ مرمى من عده كرات خطيره. ودي كره العرضيه، حذري والكره العرضيه يشد خلصها كويس ابراهيم السومة، يفتح اللعب جهه اليمين، ابو الفتوح يتدخل لكن لسه مع منتخب غينيا. وهناك تسلل، هناك تسلل على مومو يانسي، ضربه حره غير مباشره لصالح منتخب مصر. مومو يانسي سجل هدفين في تصفيات هذه البطوله، هدف في مرمى ليبيريا وهدف اخر في مرمى الفرنسي. وخليل حجي الشهير بخليل نيب في زيورخ السويسري، ادي انطلاقه، التغطيه موجوده، حط جسمه كويس محمود مدافع وادي دجله، واخد فاول من يامادو توري. يامادو توري واحد من اربعه لاعبين مصطفى محمد، تتخطف من مصطفى، حاربة حرة غير مباشرة صالح منتخب مصر، تلعب سريعا الدور الثاني من كل التوفيق لمنتخب مصر في لقاء اليوم. ادي محاولة على حدود 18، التغطية موجودة، روح الباك الشمال، عدى حلو اللاعب يامادو توري، ولكن التغطية كويسة من أسامة جاجو المغلوب. أي حاجة من طاهر محمد بالكعب مش وقته خالص، ولا مكانه ولا وقته، مباراة صعبة لازم نركز. محاولة المنتخب غير مرة تانية، سليف سيلا، مرور جيد من اللاعب المهاري يامادو توري على حدود 18، يقطع ابو الفم الايسر وحولها الى خارج الملعب. ادي عرضية خطيرة، برافو بيكهام، برافو احمد رمضان بيكهام، عمل تغطية دي في مصر. الشباب عنده مشكلة مش عارف يدي لمين، محدش بيظهر له، التحرك بدون كرة ضعيف جدا، لازم نتحرك بدون كرة، نفتح زاوية تمرير حتى نستفيد. كرات مشتركة في وسط الملعب، أليساني سومة إلى سليف سيلا، ضربة ركنية من الجانب الأيمن، تتلعب على الأرض، خطيرة خطيرة خطيرة، ولاعبي منتخب غينيا ترتد مرة ثانية من أسامة جلال، هجمة مرتدة لمنتخب غينيا. دي البينية، لا يوجد تسلل، بيتحركوا كويس، وبرافو التغطية موجودة، التغطية موجودة يا ولد. أنياب حقيقية لمنتخب مصر للشباب، تسديدة قوية من كريم نيدفيد، لكن حذاري من انطلاقات هذا اللاعب يامادو توري، عايز يعدي، برافو. يرد أسامة جلال مرة تانية، الخطير مفتاح لعب مهم جدا جاي داخل الشباك. دقيقة 43، يلا رجالة، ركنية مورلي سيلا، يلعب الكرة جوه ال 18، لسه مع منتخب غينيا، بيتحركوا كويس في ظهر الفعتور، حكم اللقاء بيقول يلعب، غريبة جدا غريبة جدا غريبة جدا، خلي بالكم، ادي كرة جوه ال 18، الخطير يامادو توري عدى، بيعدي الراجل ده على طول، يلعب عرضية، وبرافو احمد يحولها الى خارج الملعب، ضربة ركنية، بيعمل كل حاجة، والكرة العرضية جوه ال 18 من جديد، ودي جملة تكتيكية لم يكتب لها النجاح. عموما ترتد الهجمة المرتدة، نوقف الكرة دي، نوقف الكرة دي، نوقف الكرة دي، تتلعب خطيرة جدا في الجانب الأيمن، رمضان بيكهام، لكن لسه الكرة مع منتخب غينيا، كرة أمامية جهة اليمين، انطلاقة، حط جسمه كويس، لكن حكم اللقاء بيقول العب، ودي الكرة العرضية، مين مقابل؟ مين مقابل؟ مين مغطي؟ وكل من الكاميرون والجزائر والمغرب وأنجولا والكونغو، كل دول مرة واحدة فقط. محاولة للخطير يامادو توري، تذهب الكرة، تتلعب الكرة بسرعة، وادي الكرة البينية، خطيرة جدا خطيرة جدا جوه ال 18، عرضية، يا سلام يا غندور، استر يا رب استر يا رب، وادي التقطيع، الفرص تضيع أحيانا برعونة من مهاجمي غينيا، وأحيانا باستبسال. وادي نيت سومة، عدى سومة، فات سومة، لسه مع سومة، يلعب كرة جهة اليسار، بنبص للحكم ليه، نلعب على الصفارة، نرفع لك القبعة جميعا، نرفع لك القبعة جميعا، محمد عصام الغندور، إنقاذ إيه؟ محمد فوفانا إلى الخطير يامادو توري، لسه مع يامادو توري، بيعدي بيفوت، مهارته عالية، مهارته عالية، برجله واسع، يلعب عرضية،
يا غندور يا غندور يغلق في مباراة مالي الماضية. ادي انطلاقة يا مادو توريكا العادة معدي اخيرا حد يتدخل من التماس. اخر ربع ساعة من الوقت الاصلي يا شباب عرضيات لا تنتهي. الراجل ده حد يشوف له حل يا مادو توريه. خطورة دائم يا مادو توريه. ادي العرضية يشتت برافو مصطفى محمد لصالح منتخب مصر. دقيقة 79 خالص مش وقته خالص. ادي انطلاقة الخطير يا مادو توريه. خطيرة خطيرة العرضية يا سلام يا مرعي يا مادو يا مادو. والتعادل التعادل 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 عن طريق نفر هدف التعادل لمنتخب غينيا. خطأ لا داعي له على الإطلاق من البديل أحمد مصطفى. مراوغة في وسط الملعب ملهاش لازمة ملهاش لازمة ملهاش حد ملهاش حل. المرة دي يا مادو توري يسجل هدف التعادل لتصبح النتيجة 1-1. مرة تانية في الجانب الأيسر. خلاص مش هقول اسمه. انتوا حفظتوه انتوا حفظتوه. يا مادو توري يا مادو توري يعدي تطول الكرة خارج الملعب. ضرب قاتل خطأ دفاعي قاتل. أستر يا رب أستر يا رب. مرة تانية المحاولة لمنتخب غينيا. طب نخلينا متعادلين نخلينا متعادلين. والكرة تصل إلى يد اللياقة البدنية قلت تماما اللياقة البدنية قلت تماما للاعب. ما يعديش الراجل. يعود محمد فوفانا للخلف. أدي الخطير أدي الخطير يا سلام. أخيرا دقيقة 88 الوقت القاتل. أدي العرضية ودي ضربة الرأس والغندور تتلعب جوه الستة ياردة. ما بيطلعش الغندور. خامس ضربة ركنية أصلي على وشك الانتهاء. ودي عرضية تاني ويشتت المرة دي محمود مرعي. بين مصر وغينيا كان تقدم منتخب مصر بهدف للاعب مصطفى